حقق منتخب مصر فوزا مستحقا أمام منتخب كاب فيردي في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا لكرة اليد في نسختها 25 والتي استضافتها صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من 11 وحتى 18 من الشهر الجاري. ألف مبروك لمصر الفوز ببطولة الهاندبول اليد للمرة الثانية على التوالي والمرة الثامنة في تاريخنا، وألف مبروك للشعب المصري ولكل جماهير كره اليد. وعدونا ان هم بعد بطوله البحر الابيض المتوسط ان هم يكسبوا يجيبوا لنا الذهب، بس وعدونا ببطوله افريقيا وفعلا حققوا اللي هم قالوا عليه. مبروك، الاداء كان حلو قوي، عجبني الماتش. انا فرحان ان مصر جابت وهتكسب تاني والتالت. حامل اللقب اكتسح نظيره كاب فيردي بفارق 12 هدفا معلنا عن تتويجه بالنجمه الثامنه ليكون على بعد لقبين فقط خلف المنتخب التونسي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطوله. من اول ماتش شايف ان هم يعني عملوا عليهم زياده، والحمد لله ان ربنا يعني توجهم بالكاس دوت والثامن مره. طبعا ده انجاز غير مسبوق، فيعني تالي ما فيش غير تونس بس اللي عملته قبل كده. كسرنا حاله التعادل مع الجزائر في البطولات الافريقيه، بقينا 8 وهم 7، وده طبعا منتخب مصر كره اليد افضل منتخب لعبه جماعيه في قاره افريقيا. الصراحه مصر عجبتني في اللعب ومبروك. انا فرحان قوي ان مصر كسبت. وأمام الفراعنة فرصة كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي وغير مسبوق إذا توج ببطولة أفريقيا في نسختها 26 المقرر إقامتها في مصر يناير من العام القادم. للمرة الثانية على التوالي والثامنة في تاريخه توج المنتخب المصري بكأس أفريقيا لكرة اليد بعدما أحكم قبضته على المباراة النهائية ب37 هدف مقابل 25 لمنتخب كاب فيردي مفاجأة البطولة. علي فتحي، النيل.